وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهنا أقف مع كلمة للإمام أحمد لأنتقل من خلالها إلى جانب آخر في هذا الموضوع، وهي قوله رحمه الله تعالى: العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذا صلاح النية في العلم. قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وهذا المعنى لنلاحظه أو لننتبه له في قصة الوفد، وهي في صحيح البخاري. قصة الوفد، وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بهم قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا صلاح النية في طلب العلم. قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلبه للعلم، أن يكون هدفه من طلب العلم أمران. الأمر الأول أن يدخل هو بهذا العلم الجنة، أن يدخل بهذا العلم الجنة. قد مر معنا الحديث قريبا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيطلب العلم ليدخل بهذا العلم الجنة، ويكون هذا هدفه من طلب العلم. لا يطلب العلم للرئاسة ولا للزعامة ولا للشهرة ولا للدنيا ولا لأي غرض ذا آخر، وإنما يطلب العلم وهو يريد لطلبه له أن يدخل الجنة. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني أن يرفع الجهل عن الناس. الآن لو تفكر كل واحد منا في حال كثير من الناس في أنحاء الدنيا، هل هم على بصيرة بدين الله؟ هل الأمور واضحة لهم؟ أم أن الشبهات غزت والشهوات أهلكت والعبادة ضعفت وأيضا الضلالات عمت وطمت وأشياء كثيرة جدا؟ فإذا نظر الإنسان يجد في الناس حاجة شديدة إلى العلم، فهذا يدفعه إلى أن يجتهد في طلب العلم حتى يرجع مبصرا للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولهذا كان من أهل العلم في بداية أمره من رحل من بلده إلى بلاد فيها علم وفيها علماء وفيها فقه في دين الله، ثم رجع إلى بلده عالما فقيها مفتيا قاضيا، وارتفع شأنه ومكانته وأصبح له نفع عظيم، بل أصبح له ذكر عظيم على مر التاريخ ومد الأيام، وذكره بالخير وبالجميل. والموضوع واسع، لكن ما ذكر فيه إن شاء الله خير لنا أجمعين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.